في هذه السفرة في زيارة الإمام الرضا عليه السلام وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام. أسأل الله تعالى ببركة هذا الإمام المعصوم وأخته الجليلة أن يتقبل أعمالكم وأن يجعل هذا الإمام المعصوم وأخته الجليلة شفعاء لنا ولكم في حوائج الدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. كثيرون يزورون الإمام الرضا عليه السلام ويزورون أخته فاطمة المعصومة عليها السلام، ولكن ليس كلهم يستفيد من هذه الزيارة. المستفيد من زيارة أهل البيت عليهم السلام استفادة كبيرة من كان مرضيا عند أهل البيت، عندما يسلم الزائر المؤمن أو الزائرة المؤمنة على إمام معصوم أو على واحد أو واحدة من سلالة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يسلم يجد الجواب، ولكن الجواب يختلف بالنسبة كون هذا الزائر أو هذه الزائرة مرضيا عند المزور. شخص من العلماء قال: كنت في زيارة الإمام الرضا عليه السلام في يوم الخميس، كنت عزمت أبقى ليلة الجمعة أزور، ليلة الجمعة أزور الإمام ويوم الجمعة أرجع إلى بلدي. مرة التفتت لأنه ليس عندي سوى أجرة السيارة للرجوع، إذا أريد هذه الليلة أبقى ما عندي مصرف. عزمت على أنه يوم الخميس نفس اليوم أعود، أجي أركب سيارة، أستأجر سيارة وأرجع. وذهبت إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام لأزوره زيارة الوداع وأنا مهموم مغموم، هذه ليلة الجمعة، كان بودي أبقى عند الإمام الرضا وأزور وبعدين غدا أتسهل وأرجع. ذهبت إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام وزرت الإمام زيارة الوداع وقلت له: يا ابن رسول الله، كنت أحب تكون عندي نفقة لهذا الليلة حتى أبقى عندكم أزور وغدا أرجع، وما طلبت من الإمام، بس أبديت للإمام أسفي. جيت بعد ذلك بعد الزيارة أصلي ركعتين، في أثناء الصلاة وجدت أمامي في الحرم الشريف أمامي نفقة
تلك الليلة موجودة. ففرحت وأكملت صلاتي وأخذت ذلك المال وشكرت الإمام الرضا عليه السلام وبقيت عنده ليلة الجمعة، وغدا رجعت. الإنسان المرضي عند الإمام المعصوم عليه السلام، عند ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هم لم يطلب حاجة يبدي أسفه، هكذا يجيبوه. رضاية المعصومين عليهم السلام ورضاية ذريتهم تتلخص في أمور أهمها حسن الخلق مع الجميع. أي واحد منكم، أنتم المؤمنون وأنتن المؤمنات، في زيارتكم للإمام الرضا عليه السلام، في زيارتكم لأخته كريمة أهل البيت عليها السلام، عزمتم على أن يكون لكم حسن الخلق مع الجميع، مع من هو حسن الخلق ومع من هو سيء الخلق. أي واحد منكم ومن كنا عزمتم على ذلك، اطمئنوا إلى تحصيلكم بهذه النسبة رضاية الإمام الرضا عليه السلام عنكم ورضاية أخته جليلة فاطمة المعصومة عنكم ورضايتهما عنكن أنتن المؤمنات. أنتم في هذا المكان وفي هذا اليوم اعزموا على هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل زياراتكم وأن ترجعون بأيدي مملوءة وأكف مملوءة بالمعنويات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.